وخلينا نعرف التفاصيل منه. الو، حياك الله معالي الوزير. الله يحييك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد، ابارك بيك نخوتك اليوم ومنعك لهروب المتهم، بس لحد الان نسميه متهم وبعده القضاء. هذا يوم وخطوه تحسب لك معالي الوزير. ما هي تفاصيل الحادثه وكيف تمكنت من وتمكنت عناصر وزاره الداخليه من القاء القبض على المتهم؟ حقيقه معروف للجميع انه السرقه اللي هي اكبر سرقه مو بالعراق في العالم، اللي هي 7 أو 2 أو 7 بالعشرة مليار دولار حقيقة، هذه سرقة كبيرة جدا. ولذلك كنا متابعين للملف، ومعروف للجميع أن الداخلية هي ذراع الطويل للقضاء لتنفيذ أوامر القبض الميدانية. وردت معلومات بمحاولة المتهم نور زهير جاسم أنه يغادر أرض الوطن على طائرة خاصة. وجهنا قوة خاصة من الداخلية بالمتابعة وبتخطيط محكم وتأشير الجواز، وعند صعوده بالطائرة أمرنا القوة بتنفيذ أوامر. كيف تمكن من الصعود إلى الطائرة هو عليه أمر إلقاء قبض؟ بتوجيه شخصيا من عندي لأمور تكتيكية تخص العملية. يعني نعم، وبعدين تم تنفيذ العملية وألقي القبض عليه وجلبه وفق السياقات القانونية. بارك الله بكم. الآن وين موجود؟ الآن وين موجود؟ إيداع التوقيف في إحدى السجون التابعة لوزارة الداخلية، وإن شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب اللي هي الجهة اللي طالبتها لتنفيذ المذكرة، رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية الجهة طالبتها. لكن